في المرحلة الاقتصادية الصعبة اللي بيمر بها العالم، بننصح دايما اي مواطن في العالم انه يتابع خطة الحكومة الزمنية لرفع الاسعار، بحيث يعني يعمل حسابه في المصاريف وما يتاخدش اخوانه. يعني مثلا عندك في امريكا معروف الشهور اللي بيحصل فيها زيادة في سعر الفايدة، في دول اوروبا نفس الكلام، في مصر اي نعم مش معلن عن تواريخ بس معروفة الاسعار بتغلى بعد اي حدث حلو ومفرح. كسبنا الكاميرون وفرحانين، او المكسب ده وقف علينا بربع جنيه زيادة في اللتر، عملنا موكب مميات ومبسوطين، تاني يوم صابتنا لعنة زيادة. المرة دي بقى خارجين من عيد والحكومة عادت علينا ب10 جنيه جديدة وقالت لنا كل سنة طيبين، حلوة ال10 جنيه الجديدة؟ هاتوها بقى. اشمعنى يعني كل مرة البنزين كده؟ تحس ان في علاقة طردية ثابتة ما بين البنزين والزيادة، زي ما وقت الفرحة جسمك بيفرز دوبامين، وقت الفرحة الحكومة بتغلي بنزين، او جايز الحكومة عرفت ان الفرحة في اللمة فبتلم فلوس الشعب. المهم يا جماعة يعني اوعوا تبتسموا في الشارع نهائي، يعني لو انتوا شلة فرحانة قسموها، كل واحد يفرح مرة كده في الشهر واحسبوها صح، عايزين نقلل سعادة ونزود اكتئاب شوية. الحكومة بتستغل فرحتنا وبتتلكك للبنزين. قصة البنزين، زيادة البنزين، خش على البنزين، ارتفاع في اسعار البنزين والسولار والمواد البترولية، ارتفاع البسيط او الطفيف 50 قرش بس، يعني هي تبدو للبعض كبيرة ولكن هي رمزية جدا 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 جدا. البنزين احنا متعودين، واحد بقى فكيك يقول لك ايه اصل السولار زاد وما يزيد سعر السولار، بقى بالدولار لو يا عم على مستوى العالم، يقول لي ما لا ما البنزين عندي هنا ارتفع. لو احنا حسبناها بالسعر العالمي اسعار البنزين في مصر هو الارخص على مستوى العالم. احنا بنقول دولة ايوه فعلا. انا كنت بره في دول كتيره جدا، اقل سعر في العالم هو سعر البترول في مصر. في رفاهيه معيشه عندنا ما يحسهاش الا اللي يعيش بره ويشوف الحياه بره صعبه ازاي. لا هو فعلا ما تحسش بالرفاهيه ديت الا لو عايش بره وبتقبض بالدولار او اليورو. رفاهيات ممكن تخلي الناس اللي عايشه بره تهاجر بعربياتها لمصر عشان تسوقها هنا. بجد جرب كده تخش بنزينه هتلاقي الناس في مصر بتحذف بعض بالسولار والبنزين ولا كانهم في كلر فيستيفال، وبيرقصوا بقى ويغنوا ويخشوا مع بعض على كلهم خش 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 على البنزين. مرحبين جدا بالموضوع عندنا. انت تقلق بس لو انت مواطن اوروبي، يا عيني المواطن الاوروبي ما عندوش بديل للبنزين والسولار، لكن احنا في مصر البديل جاهز دايما على طول. بس انا مش مسؤول لو بعد كده سهم الحمير عدى تسلا. ها حاولوا ما تعرفوش يظهر الحكومة للموضوع ده، بعد كده هتلاقوا نفسكم بتغنوا تاني يوم خش 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 على البرسيم. وبعدين يعني يا اعلام المقارنة بالغرب صعبة، يعني لا نفس مستوى المعيشة ولا نفس الرواتب. وبعدين برضو للأمانة يعني انا مش فاهم انتوا عاملين حوار ليه يا مواطنين، اسعار البنزين بتغلى كل شوية. البنزين احنا متعودين، البنزين احنا متعودين مش جديدة يعني. ده انت المفروض من نفسك تسأل الزيادة ما جاتش ليه؟ ما تبقاش قايل الأصل كده، ده انت عشرة عمره مع الزيادة دي، واعملها سلوجان كده بقى البنزين متعودين متعودين. ثم أصل المرة دي جات بسيطة، ارتفاع البسيط أو الطفيف، بسيط طفيف ظريف نسمة كده ما تحسش بيه، ده يمكن ده أحسن ارتفاع حصل من فترة. ده من كتر جمال الارتفاع الناس بدأت تغني له خش 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 على البنزين. والله العظيم ده أكتر رد فعل منطقي شفته لحد دلوقتي، أصل حاجة بتحصل كل كام شهر فخلاص بقى نتعامل معاها كمناسبة عندنا ليها الأغاني بتاعتها، نعمل لها فولكلور كميل كده. لا الحمد لله إن إحنا مش عايشين بره. أقل سعر في العالم الحمد لله الحكومة مخفضة كل حاجة، أقل سعر بنزين على مستوى العالم، أقل مرتبات على مستوى العالم، أقل صحة وتعليم. والله خد لفة كده مش هتلاقي أقل من كده وهترجع تاني يا مواطن. احنا بنلم يعني ملاليم يعني 50 قرش بس، واحنا بنلم 50 قرش عشان نزيد الفصل حضرتك؟ ولا انت فاكره ان التفوله كده هتبقى ب 350 جنيه ونص جنيه بدل 350؟ حضرتك الزياده دي على كل لتر يعني هتعمل بتاع 30 40 جنيه زياده. عموما متشكرين يا حكومه على العيديه الجميله دي، شكرا قوي. انا مش بلوم عليك اصلا، انا بلوم على الاعلام. يعني لما تبقى شايف الحكومه بتشد علينا كده المفروض انت تطلع ترخي يابا، تطلع تهون على المواطن تطبطب عليه عشان تخفف عليه الزياده دي. بصوا انا لا هقول لك اصله البرميل بقى بكام وهو بره، واقول لك في دوله اوروبيه هو بكام وعندنا، لا 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 كل الكلام ده ولا هقوله لك، ولا هقول لك اصله، لا انا عايز اقول لك على حاجه بقولها لك من الاول. المصائب تقع وهذه مصيبه وقد وقعت، لازم نستحمل ونتصرف ونعدي. أنا لحى بقى أقعد أهويلك على الواوا ولا خالص، لازم نستحمل، فيش حلول. لا والنبي لو ناويين تجيبوها، أنا دايما بقول لكم كده أنا عجزت ومركب دعاه، لو ناويين تجيبوها الأرض أنا مش قاعد، أنا عايز أروح أقعد في بلد الشعب اللي فيها مش عايز يجيبها الأرض. لا يا عمرو أرجوك استنى ما تمشيش، أرجوك خليك خليك والنبي.
فقعتين ورا بعض مش هنستحمل. صدقني مصلحتك في مصر، امريكا واوروبا بيعانوا من البنزين بشكل ما تتخيلوش. الست دي مأكدالي اقل سعر في العالم. خليك يا عمرو هنستحمل عشان خاطرك، خد بكسراتك هي كمان. لا احنا ممكن نغلي البنزين 30 40 جنيه كمان، لكن اوعى تتخلى عننا، محتاجينك تدينا حلول. مفيش حلول. عمرو بيتكلم على اساس يعني ان هو كل مره كان بيقدم حلول جديده، انت كل مره تقول لنا استحملوا يا اسطى عادي، ايه الجديد؟ وانت شايف هو يا عمرو يعني المواطن بعد شيل الدعم طالع عينه. انا عنكست ومركب دعاء. يا ساتر يا رب، الحاجات دي كنا بنشوفها في الاشارات، دلوقتي بنشوفها على الهواء. خلي بالك بقى يا مواطن، الحلقه الجايه احتمال يجي لك بالاشاعات والتحاليل. وبعدين يا عمرو لما انت تعبان ما تسيب الميت في حاله. لا هو احلى حاجه بصراحه ان اخيرا يعني عمرو بقى متصالح مع نفسه، بيقول للناس بصوا بقى انا مش هقول لكم على الطاقه المكرره، لا هديكم واحده جديده، كفايه عليكم ان البنزين مكرر، مش تبقى هو والطاقه يعني. هو معترف قبل ما يتكلم ان هو جاي يطبل. ايوه بقى يا عمرو ايوه، هتقول لنا ايه المره دي؟ يلا خش 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 على الطاقه. اهويلك على الواوا ولا خالص جاي هو على الواوا؟ ما معروفه عمرو ما بيحبش حد يهوى على الواوا بتاعته، ممكن تخبط عليها ماشي، لكن تهوى عليها لا. معلش يا عمرو احنا سرحنا يعني وفكرنا ان الواوا بتاعتنا زي الواوا بتاعتك ممكن تجيب فلوس. انا دايما بحس كده ان بعد ما الاعلام يقعد يمرهم ويمهد للناس زياده الاسعار، فلما ما بياكلش معاهم بينزل باخر كارت معاهم. هو عمرو اديب النسخه الشريره. بقول لكم ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقول لكم ايه؟ يا ساتر يا رب، يعني لما عمرو اديب تعبان، المواطن المطحون اللي مش عارف يكفي مرتبه لاخر الشهر هيعمل ايه؟ لا انا عندي سؤال للحكومه بجد، يعني ايه هي المعايير الاقتصاديه اللي على اساسها غليتوا البنزين؟ المصريين سحبوا خلال اجازه العيد 31 مليار جنيه. الفلوس الفلوس في خلال اسبوعين صرفوا 35 مليار جنيه. ايه الارقام اللي انا بقراها دي؟ الشعب المصري اشترى ذهب ب 19 مليار جنيه. بسم الله ما شاء الله، والله ما شاء الله، وطبعا باين ان احنا فقراء قوي، عندنا عربيات مش عارفه اقول لك. 200 مليون سينما بس في 9 ايام. يا لهوي، امال ايه ده؟ لو كنا اغنياء كنا بقينا ايه؟ اشترينا تذاكر ودخلنا افلام. لا ده احنا اغنياء جدا اهو. 40 مليار جنيه سنويا على المقاهي. 200 مليار جنيه على الاكل والشرب. 2.1 تريليون جنيه. والبلد بخير والله، وانا بقول لكم والله بخير. المصريون اكلوا 44 الف طن كاجو. شايفين الارقام؟ ارقام صادمه. رنجه وفسيخ 19 مليار جنيه، والفلوس طلعت من تحت البلاطه. رنجه وفسيخ ما اتكلمتش على العيش. يعني الفلوس موجوده، تيجي تقول لي اديني هديك. طه هديك، بس لحد امتى هديك؟ تصدقوا ان الاسره المتوسطه في مصر العائل بتاعها بيدفع 1000 جنيه نت؟ هذا المواطن بيشحن باقه النت بتاعته ب 100 جنيه عشان يتفرج على فيديوهات تيك توك. اخصى عليكم يا مصريين، تشحنوا باقه وتتفرجوا على تيك توك وسايبين الباس ب 14 فيو بس؟ لا ليه حق يتضايق طبعا، دي فيديوهات العجول اللي هربانه في العيد متشاف اكتر منه. بس لا، طالما في فلوس بتترمي على التيك توك يبقى هم اولى بيها طبعا. المفروض يخصصوا مسؤول كده يطلع لايفات كل شويه يقول كبسوا 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 كبسوا، ويتابع بقى الترندات ويشتغل عليها. يعني مثلا ايه الترند الفتره ديت؟ طيب ما سهله هي يا جماعه، اي مسؤول ممكن يعملها. ثانك يو مواطن كيتزاري. او بصوا احنا نعمل جهاز زي جهاز الكسب غير المشروع كده، يبقى جهاز الصرف غير المشروع. اصل مش مهم فلوسك بتيجي منين، المهم دلوقتي بتصرفها في ايه. رنجه وفسيخ 19 مليار. انت يا احمد بتتكلم بثقه كانك انت اللي مخللهم، تحسه بيتكلم كانه بطروخ الاقتصاد المصري حرفيا. ما اتكلمتش على العيش ولسه يا احمد فحل البصل والليمونه، وبعد الاكله ديت محتاج تحبس بشاي، والشاي محتاج ايه؟ محتاج سكر. ليله كبيره قوي يا احمد. يا نهار ابيض، ده انا اتفاجئت ان المواطن ده انسان بياكل كده وبيخرج من وقت للتاني لا سمح الله يعني. ده انا اكتشفت كمان انه بيقعد على القهوه وبيشرب قهوه ويانا وماسك موبايل وقاعد على النت. بيدفع 1000 جنيه نت. يا ساتر يا رب، 1000 جنيه نت يا ترى ليه؟ يمكن عشان في ضريبه قد كده على الفاتوره، وكمان انترنت محدود مش لا سمح الله كده زي بقيه الدول اللي عندها انترنت غير محدود، اعوذ بالله. لا ومش كفايه البقى بتطير في ثانيه، لا اللي بيطالب بخدمه محترمه بيتقبض عليه. ده انا اعتقد الحكومه دي لو كانت موجوده ايام ال 3310 كنت هتلاقيها حاطه ضريبه على لعبه السنيك. بس مش همشي مع كلام الحكومه ان النت رفاهيه، اوكي؟ لا همشي معاهم، اسف، همشي مع كلام الحكومه ان النت رفاهيه. صرفت في ايه تاني يا مواطن؟ 200 مليار على الاكل والشرب. ابيض 200 مليار ثانيه واحده كده اجيبها بس من تحت. قول لي تاني كده. 200 مليار على 100 مليون مصري، يعني بيصرف بتاع 2000 جنيه اكل وشرب في السنه على 12 شهر، يعني بصرف 166 جنيه بس. ليه بيضيع محلول وكوليكوز؟
لا انت بجد يا مواطن خليت رقبتي قد السمسمه مع الحكومه. بس هو سؤال صحيح، هو ليه ما حدش طلع قال لنا كده الحكومه نفسها سحبت فلوس قد ايه في العيد؟ سبق ضرائب قروض خدمات، يعني بما ان الاعلام يعني مركز قوي كده مع اللي بيصرفه الشعب، ليه مش مركز مع اللي الحكومه بتاخده وبتصرفه؟ عايزين بجد حد يعرفنا الحكومه معاها كام وبتصرف الضرائب والقروض في ايه بالظبط. واحد كنت بتناقش معاه امبارح وقال لي الحكومه نايمه. ما هي الحكومه اللي عملت. ما يا جماعه لا، ده اسمه الفتنه ما بين الشعب وبين حكومته. هو الحكومه دي ايه علاقتها بالقصه؟ الحكومه المصريه زيها زي اي اسره، عليها اعباء. قضى الله في عون الحكومه، الحكومه تفعل ما تستطيعه. ادي الله ودي حكمته. الحكومه حكومتكم يا شعب. انت شايف الوزراء قاعدين يعني بيتفسحوا يعني في الريفيرا يعني؟ اما تسال مصطفى مدبولي انت موجود ليه؟ يقول لك عشان الناس تبقى سعيده. الناس قاعدين بيشتغلوا كله شغال. فلوس الحكومه ما هي رايحه لكم يا شعب. مش بياخدوا الفلوس بيروحوا بيها لعيالهم في البيت. قولوا لي اللقطاء مين بيصرف عليهم؟ اللي متضايقين الاقي ناس على الفيسبوك بيتكلموا واشوف يقول لك مش عاجبه الحاله الاقتصاديه. طيب يا سيدي ماشي، انا مش عاجبني انا كمان على فكره، هو مش عاجبه الراجل يعني انت جبت جديد فما تعملناش بقى في سلوكة. لو مش عاجبك الحاله الاقتصاديه فمش عاجبنا يا اخويا احنا كمان. مش عاجبك حال الصحه والتعليم؟ حد قال لك انه عاجبنا؟ احنا سابقينك بخطوه حبيبي. طب اقول لك على حاجه كمان، مش عاجبه المجتمع الدولي، وده بقى اللي رايه مهم عشان نعرف نقترض. ما احنا كده كده درجاتنا وحشه. وبعدين هو ايه اللي جرى لكل ده بس؟ والله شيطان ودخل ما بيننا. فتنه ما بين الشعب وبين حكومته. فتنه يا مواطن اوعى تنساق وراها. لو حسيت ان اداء الحكومه مش عاجبك خد البصر عنه يا سيدي، ما تبصش يا اخويا. بعدين في نقطه ثانيه مهمه انتوا ناسيينها، حكومه حكومتكم يا شعب. بالظبط، يعني لو الحكومه غريبه اللي بتعمل فينا كده ماشي نتكلم، انما دي حكومتكم يا شعب. يعني لو ما اتدلعتش علينا هتتدلع على مين؟ الحكومه المصريه زيها زي اي اسره. كلام مظبوط واقتصادي وعلمي، يعني اي اسره بتحتاج دخل ثابت، ما انت عارف. ولو عندك بنت بتجهزها هم عندهم وزراء، ولو عندك غسيل ابيض كتير فهم عندهم اضافه غسيل ثانيه كتير برضو يعني احترام يعني. بعدين يا جماعه هي الفلوس اللي بياخدوها دي بتروح فين؟ فلوس الحكومه ما هي رايحه لكم يا شعب. هي بس قبل ما توصل هتلف على شويه مشاريع كتب رزقها، يبقى جمهوريه جديده والحمد لله ونجحنا. لو اتضايقنا بقى تاني والوضع الاقتصادي اتدهور فالنهارده نهائي الكاس وفرصه بقى نغلي البنزين براحتنا شويه.